السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سفيان توجور. باش علاش جاني الضحك؟ المهم خوتي، نبدأ إن شاء الله تكونوا ملاح خوتي، ربي إن شاء الله يفرج عليكم، ربي إن شاء الله يحفظكم، وربي إن شاء الله يعطيكم ما تمنوا. داكو. المهم قبل ما نبدأ، واحد الأخ قال لي مباليش والله ما فهمتش الميساج تاعو مليح، تسمى التعليق تاعو ما فهمتوش مليح. قال لي تحدانا واحد باللي شكون يعرف واش ياكل المقرن على العام ياك. اخويا العزيز اذا اللي تحداني راه في الميدان يا اخويا، مرحبا به، يجي انا وياه نتحداه، نقول ندير له فيديو ونقول له اكزاكتومون. ولا اللي تحداني راه في الدار، ربي المقرن في الدار، شكون واش يتحداني؟ وين يعرف هو قبل باش يتحداني؟ يتحدى الناس. انا قلت لي تتحداكم تما كاع. المهم خويا العزيز اللي تحداني هذا يدير هو الماكله تاعو الاولى، ومن بعدك نجي ندير له الماكله تاعي، باسكو انا الماكله تاعي راهي بالفيديو وبالشغل. كيفاش ما تقدرش تحداني؟ راه لا حدا تحداني. المهم خاوتي، اليوم ما جيتش نحكي على هذا الشيء، جيت نحكي على على واحد العقليه، ماشي عقليه، هي عقليه، باسكو على ولات عقليه كوا. تجهيز بريكوسيون، لي بريكوسيون لي مبدو من المقنين، زعما نمدلو عفسه كيما نقولو، مانيش حاب نزيد نقولها باسكو هضرت عليه. كيما نقولو حنا خل التفاح، قالك نمدوه بريكوسيون. عندنا فايس لي فيتامين هادوما بريكوسيون باش ما يمرضش. لي بريكو كاين يمدو حتى اسمو لونتيبيوتيك بريكوسيون باش ما يتحكموش النقطه السوداء. يا سبحان الله. المهم هاد الخروط وهادوما ما كاش منهم كاع كيما راهم، ما كاش منهم. هذا زعما تجهز وتنظف المقنين، هادو كاع ما كاش منهم. هادو ما عندك. شوف، اولا باش تنظف المقنين لازم تعرف باش نظفو. كي نقولوا نظفو، هيا نظفو المقنين، هيا نتفق معكم، معليش نتفق معكم، نقولوا نظفوه المقنين. باش نظفوه بخل التفاح، وين ينظف خل التفاح؟ ما ينظفش خل التفاح. تقول لا خل التفاح ما ينظفش، كون فاهمين. ماشي وقايه، ما خلت تفهم، ماشي وقايه، ما عنده حتى علاقه بالوقايه، فيه معادن ملح للانسان للزاوش. انا جو سوي كونتر باسكو ما على بالناش، قلت شاك فوا نقول لكم الزاوش هذايا ما يقول الناس واش به، حنا كي نمدوا له عفسه ما على بالناش واش صرا له باسكو ما يهضرش. شوفوا ميم العلم لي فيتيرينار هادو كاع العلم اللي راه في هذا المجال تاع الطير تطور شويه صح، بصح ماشي كيما الناس عن بالهم، ماشي كيما الناس عن بالهم. هاد الشغل، هاد الدواوي اللي يستعملوا فيهم ولي فيتامين، تما هادو ما تما هذا هو العلم وين الحق، تما طوروه، تما ولات لا ميديسين تطورت في الزاوش هذا اللي ما يقولناش واش به. توا كي لا ميديسين ما تطورتش في الانسان، توا بكري كانت لا ميديسين خير من دوك. بكري لا ميديسين كانت لي بروفيسور، باش نهضر لكم دقيقه باش نلحق الموضوع ياك. لي بروفيسور كان يقول لي يعطيك ريجيم اليمونتير، تغي تروح ليه زعما عندك هابط السكر تاعك ولا عندك بروبليم ولا لا طونسيون ولا عفسه هكذا، يعطيك حاجه الاولى. لا ميديسين بكري كانت يعطي لك اليمونطاسيون، ريجيم اليمونتير. داكور، باسكو على بالو بلي الشفاء تاعنا في الماكله تاعنا، شوفوا في الفاكهه، في الطوماطيش، في الخضره، هذا هو الشفاء تاعنا، عطاونا ربي كوقايه. دوكا خطره صباح خطره عشيه، تديرو يعطي تديرو ما بيك والو، تروح عند طبيب يعطيك اربع دواوات، خمسه خطره صباح خطره عشيه، وحده مول الماكله وحده مول هدية. هادي راه ميديسين اللي طورت، ولا دي برودوي شيميك يعطوهم لنا باش نمرضو، تشوفوا فيهم لي زيفي سيكوندار تحير. كي تقرا اي دواء تلقى لي زيفي سيكوندار تحير، تقول اذا نشربو نقدر نموت، تشوفوا. وما كان حتى دواء يداوي، يعني زعما الدواء يداوي الكونسير ولا الدواء يداوي السكر، يداوي تسمى تشربو يداويك، تسمى ما زيدش تشربو هذاك الدواء، ما كان حتى الدواء عند الفارماسي يداوي. هادو كاع نعيشو بهم باش نولو حنايا شغل شتوني نضحكو عليهم اللي يشربو الصاروخ وكذا. هادو اللي يشربو الدواء كاع كيف حنا كاع كيف اللي يشرب، جميع واحد يشرب الدواء راه كيما يشرب الصاروخ، برك الصاروخ يدور بك الدنيا، وهاديك باش تحكم بها روحك، باش تحس روحك بيان بسيشيكمون تاني. شوفوا باسكو هذاك الدواء اللي تشرب فيه ما راحش يداوي، كونطرا افوس افوس يهلكك الدواء هذا، باسكو سي دي برودوي شيميك ما يداووش، تعيش بهم تولي توكسيكومان برك هذا ما كان.
المهم على بها نجوي كونتر دواوات داكور. دوكا نروحو للسيريو، دوكا نروحو للسيريو. السيريو وراه راه في الميدان. نهضر لكم على واحد الغذاء. انا قلت لكم الغذاء تاع المقنين، المقنين كل حاجه تاعو في الغذاء تاعو، يعني ربي ما يغلطش داكور. نعطي لكم هذه، هضرت شفتوها هذيك واسمو هنايا طولها اودا كونتري، هذه هي هذا اودا كون بالعربيه. يعني كتبت لهم اسمها ياك، يعني كتبتها تحتها لا غالب هذاك جوجل، لا غالب باسكو سي با فاسيل باش تلقى. المهم هاد الشجره خاوتي هذه هي هاد دوكان. دوك تشوفوا دوك المقنين ياكلها، تما تشوفوا قدامكم ديسمبر، هالي ديسمبر ديسمبر. دوك نفهمكم واش راح حبيت نفهم دقيق باش تشوفوا ياكلها، يعني باش ما تقولوش راني يعني نهضر باش نهضر، باسكو انا ما نهضرش باش نهضر. ورا الفيديو هذا شوفوا المقنين ياكل في هاد الاوضاع اللي قلتكم عليها. الشجره تاعها المقنين يدور فيها وياكل في زمان ياكل منها. هذه الحبوب خاوتي هذه هي ماشي ما ياكلهاش على عام، ياكلها هاد الوقت. هي تنوض في الصيف، تبدا تنوض تكون خضره باك لو طون لي تما تاخد وقت باش الزريعه تاعها طيب ياك. هو ياكلها هاد الوقت، تروح في جونفي ما تلقاش ياكل فيها، في ديسمبر في الصيف ما تلقاش ياكل فيها، ما ياكلها حتى وقت، ياكلها هاد الوقت ديسمبر كي توجد ياكلها. عندي فيديو واحد اخر انا نوريكم هايلا توجور في ديسمبر 2019 هادي شوفوا اصبر انا معلق معلق، لكن المقنين ما يلقطش معلق. واش ما يلقطش معلق؟ هو معلق هادي. وماشي غير ياكل الحبوب اللي فيها، باسكو هي كيفاش هي غير تبدا تفتح هذاك، بصح ما ياكلش غير الحبوب. لو ماركيتو تسمى كي تخلص الحبوب توجور ينبش منها، فهمتوا خالتي؟ دوكا نعطيكم الفايده تاع هذه تاع هاد الحبوب لي طرومب هادو مال القرعه، الحاجه اللي تجي في القرعه، الحاجه تجي في القرعه هذه تضربها بالسقله بالسقله بالسقله، وتاع المقنين يعني قد ما تعطي له ما تقلقش هو ياكلها. يبريفيرها في ديسمبر هكذا، يبريفيرها في ديسمبر. علاش دوك نقول علاش؟ اذا راكو تقولوا المقنين يطهر روحه، ما لا الحاجه الوحيده اللي طهر روحه بها هديه هاد الحبه هادي اللي راكو تشوفوا فيها. لي حبيب حتى ليها يبحت عليها، انا نقول لكم واش دير هديه باسكو علاه حنا نستعملوها في لي ربي الحوت نورمالمون يعرفها، حنا نستعملوها في تربيه الحوت. هادي واش دير؟ هادي واش دير خاوتي؟ هادي اونتي باكتيري اونتي طفيليات، وتهبط البي اش، وفيها معادن اخرى لا مجال لذكرها، بصح نقول لكم نفس لي امبورطون فيها. اونتي باكتيري تقتل لا باكتيري وتقتل الطفيليات وتهبط البي اش. من اروع من اروع واش تعطي المقنين تاعك. انا نصحتكم سقوق وكاين بزاف، اعطوا له سقوق وما تنساش ما تستناش ياكل غير الحبوب، هذوك الحطب تاع السقوق ثاني ياكلهم، يلقى واش ياكل تما شوفوا، او يدي واش يسحق من السقوق ماشي غير من الزريعه. هو يبدا بالزريعه كي تخلص الزريعه يولي ياكل هذه شوفوا. هذه من اجمل واش تعطي له، يعني هاد الشجره نورمالمون كاين في الجزائر باسكو هاد الشجره سبحان الله كيستعملوها. كيفاش يستعملوها؟ شتو التربه اللي ما تصلحش للزراعه، ما تصلحش للزراعه، يغرسوا فيها هاد الشجره، ومن بعد الشجره جينا مو تعيش 50 سنه برك تموت. هاد الشجره ترجع هذيك هذيك التربه ترجعها خصبه، يغرسوا هاد الشجره ومن بعد هاد الشجره ترجع التراب ترجعوا خصب باش يقدروا يزرعوا فيه امور واحد اخرين. هاد الشجره تحمل الدل، الدل تحمله، وجميع حاجه تحمل الدل فيها فائده كبيره، ربي سبحانه خلقها هكذا داكو خاوتي. تما يرحم باباكم التطهير والقرعه والخل وكذايا نحوهم شي تاع المقنين، حبيت ربي المقنين كيما المقنين يحب يخلقوا ربي هاي ربي دبر له هذه، مدها له خطره في ديسمبر، هو يحب ياكلها في ديسمبر مدها له غير في ديسمبر داكو. هادي اكشلي هادي فيها شفاء تاني كي كل سي اوف لاميغا باكتيري، سي اوف لاميغا باكتيري. اذا المقنين تاعك تلقاه فابل ما قدرش ياكلها هادية،
تقدر تغليها له في الماء. انا جسوي كونتر تغلي له اي عفسه في الماء، بصح اذا فابل غليها له في الماء. كي تبرد الماء هذاك دير نقولوا حبه في جينيرالمون، دير كاس 3 حبات في ريتلا، هاي تطلق الماء تاعك يولي قهوي. داكوغ، حنا نديروها هكذاك للحوت ولا نرموها ديرك. دوك نعطيكم اكزومبل، غليها شويه كي تطلق واسمو تاعها ديرها في البيفات اذا ما قدرش ياكلها. داكوغ، باسكو على هادي نقدروا نمدوها له في الماء، معليش نديرو نقدروا نديرو باسكو الغذاء تاعو طاولو ربي، شوفوا على بيها. خل التفاح ما طاولوش ربي، ما كاش خل التفاح في الطبيعه، وانا لحد الان مازال ما شفت المقلين ياكل التفاح. عندي التفاح في الجنان تاعي، عندي التفاح بارتو، مازال ما شفت المقلين ياكل في التفاح في الطبيعه، مازال ما شفتوش انا فهاد البلاد، انا ما شفتوش. داكوغ، تما هو ما ياكل التفاح، ما ياكل ما عنده خل التفاح برا، ما عنده هاد لي فيتامين وهادي اللي يجيكم لي ميزون لوروب، ما عندوش في الطبيعه، عنده الماكله تاعو. هاي خويا العزيز، هادو ما حتى في الانترنت شفتهم يتباعوا. احنا كاين شبوعي في الانجليز، في الجزائر نورمالمو كاين، نورث افريكا قلبوا عليها تلقاوها. هذا بزنس هذا خاوتي، ها اللي حبي تاجر، هاي تجاره. ها هادو ما يبيعوهم في الانترنت تما باسكو كاين لي بي اللي ما عندهمش. هادو يبيعوا شكاره تاع 100 يبيعوها ب 5 بوندات، 5 بوندات تولي لك 100 نحبه هذه، ويتلاوح هذا يتلاوح ينوض بارتو في الغوابي بارتو، ولا سقوق صغير هذا كيف كيف. 100 نقولوا شحال راهو يدير، راهو يدير 23 22، نقولوا يدير 20، تسمى 100 نحبه 100000 يبيعوهم في الانترنت، تسمى 1000 راك الوحده، سبحان الله العلي العظيم. وخير من كاع واش راكو تستعملوا، خير من كاع واش راكو تستعملوا. هذا ينظف المقنين، قلت لكم انا عطوه له، عطيته المقنين ودرت عليه فيديو وهضرت عليه 1000 خطره من قبل، يعني ما كاش غداء ما هضرتش عليه. هذا زدت باش هادوك صحاب لي جاو ليا واش نمدلو واش نمدلو، راني يعني جبت لك واش تمدلو، الماكله تاع المقنين والمنفعه اللي فيها ربي لا بالو للمقنين ولا زواش واحد اخرين اللي يقدر ياكلها. انا الميلي نعطي له، هذه الميلي تاعي ياكل كلش. هكذا خاوتي باش تزيدوا تشوفوا عفسه برك، سمحوا لي دقيقه. وني حنا كصحاب كيما قلت لكم حب باسكو بديت نخدم لاكواريوم الاخرى، هاي واش نديرو به انا خاوتي. كان شتو راني دايرو هنايا هاليك شتو القهوي، الماء قهوي او قهوي شويه ماهوش كلي، غادي نخدم فيها راني غير كيما بديتها راني نديرها في ديكور. راني دايرو هنا راك تشوفها، راك تشوفها هالي، باسكو هادي يقتل لابكتيري ويقتل الطفيليات في الماء. تسمى الحوت تاعك ما قلي اللي عنده الحوت، ها اللي عنده الحوت يكون الحوت تاعو يشوفو شغل شويه عيان يرمي له هادوما، يرمي له نقول لك عفسه 10 في اكواريوم تاع 220 ليتر 10، الماء راه يولي شويه قهوي فاهم، باسكو هادي الغالب يطلق بصح شغل ما يضرش كاع، هذا تقدر تشربو بنادم يشربو عادي، ما يضرش كاع هذا، ما يضرش، ما فيهش لي زيفي سيكوندار، ما فيه والو، هذا حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه تاع الصح. هاي كيفاش نستعملو حنا باش يهبط البي اش تاني، نهبطو بيه البي اش، راني داير 4 عليه بصح انا من الفوق راهو يفلوطي باسكو جينيرالمون يهبط. داكو خوتي، اخوكم سفيان توجور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.